السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد أوقاتكم، كل خير. إن شاء الله الصوت واضح. واضح الصوت، ممتاز. توكل على الله ونبدأ درسنا اليوم، الله يسعدكم. والدرس السابع، باقي عندنا درس ثامن بكرة إن شاء الله يوم الخميس الساعة 4 بحول الله تعالى. وبإذن الله تعالى راح ناخذ درس تاسع، أحاول أستعجل فيه شوي للمراجعة بإذن الله تعالى. فخلونا نبدأ على بركة الله. هذا الدرس المهم الحقيقة، درس مهم جدا، لأنه يتكلم عن الأساسيات. إيش اللي لاحظته هنا في دراسة إدارة المشاريع عندنا بشكل عام؟ موجودة، وكثير من الأساتذة الكرام اللي يقدمون الدورة هذه مؤهلين ما شاء الله ورائعين وممتازين. هذا اللي بياخذ الـ PMP. لاحظت أيضا أنه على طول يبدون في الـ PMP ولا يكون في مقدمة، وهذه الميزة اللي أنا حاولت قدر الإمكان أني يعني أقدمها لكم في هذا الكورس وفي هذه المادة، أنها مقدمة، نعرف الصورة العامة، نعرف الأساسيات، ثم نبدأ يعني ننطلق منها إلى اختيار المنهجية. اللي لاحظته هنا أنه كثير من الناس إدارة المشاريع عنده تعني PMP. PMP هي واحدة من المنهجيات، ولأنها منتشرة صارت هي المنهجية الوحيدة تقريبا عند كثير من الناس. لكن كطلاب جامعة من حقكم أن تعرفون الصورة الأكبر، وتختارون بعدها المنهجية اللي تناسبكم، وهي عموما إدارة المشاريع الاحترافية أو الـ Professional Project Management PMP هي الأشهر وهي المخدومة أكثر، ولا يعني أن المنهجيات الأخرى غير مخدومة أبدا، بل أن بعض المنهجيات مثل منهجية أجايل نتكلم عنها بعد شوي إن شاء الله، يتوقع أن يصير لها المستقبل أكثر من PMP، لأنها أكثر مرونة وأكثر يعني أسرع إنجاز، وما تأخذ وقت طويل مثل PMP في إدارة المشاريع. الآن نجيها إن شاء الله ونوضحها بإذن الله تعالى. تونا واصلين يا حسين، الله يسعدك، تونا بادين لسه في الشريحة الأولى. المشاريع الثلاث أو المنهجيات الثلاث لإدارة المشاريع ما يعني أنها هي الوحيدة فقط، لكن هذه هي الأشهر. هذه هي الأشهر، البرنس تو، هذه بريطانية. تذكرون في أول درس تكلمنا عن برنس، ثم طوروها خلوها برنس تو، في منهجية بريطانية. و PMI هذا المعهد نفسه، Project Management Institute، اللي يقدم PMP. هذا المنهج الثاني، يعني تقدر تقول برنس تو، PMP، والثالثة أجايل. تجب إدارة المشروع بأفضل الطرق الممكنة لسببين، هذا مهم. لماذا تجب إدارة المشروع بأفضل الطرق الممكنة؟ لإرضاء العميل وتحقيق الأرباح ببساطة. يعني هذا سؤال ممتاز من بشرى، تقول وش الفرق بين PMI والPMP؟ PMI هذا المعهد الأمريكي اللي يقدم برامج وشهادات ودورات PMP. فPMI هذا معهد، PMP هذا المنتج اللي طلعه المعهد. PMI اسمها Project Management Institute، معهد إدارة المشاريع. وش يسوي المعهد هذا؟ هو اللي قدم
PMP هو اللي قدم شهادات إدارة المشاريع الاحترافية Professional Management Project PMP. واضح بشرى الله يسعدك، هذا سؤال جدا مهم. هذه الشريحة الأولى. طيب ننتقل اللي بعده ونبدأ نتكلم عن المنهجيات بشكل سريع. عندنا 13 شريحة تقريبا، حاول أخلصها وأعطيكم بعض الأسئلة بإذن الله تعالى إن شاء الله. عام 1989 قامت الحكومة البريطانية بتطوير هذه المنهجية قريب يعني نوعا ما من خلال الوكالة المركزية للحاسبات والاتصالات، تتبع برينستو أو تتبع برينستو أسلوبا خاصا لتنفيذ المشروع، بحيث تكون جميع خطوات المشروع معرفة عند البداية وتعتمد على تقسيم المشروع إلى عمليات. فمثلا الخطوة الأولى توظيف الفريق، الخطوة الثانية التوريد، وهكذا خطوات. وتستخدم منهجية لإدارة مشاريع مختلفة، بينما كانت في البداية مخصصة لمشاريع تقنية المعلومات. أنا أخذت الكلام هذا من المصدر من prince2.com/UK United Kingdom المملكة المتحدة وبريطانيا أو بريطانيا، نعم المملكة المتحدة أوسع. فهذه prince2 بريطانية تأسست في الوقت هذا، هذه أبرز ملامحها. الآن نبي نجي وش الفروق بينها بين prince2 وPMP. هذه PMI هي نفسها PMP، يعني لا تشتتون كثير. PMI هذه اللي تقدم PMP، من أكبر الشركات إدارة المشاريع في العالم، وهذا صحيح. هذه أمريكية، هذه ضخمة ومشهورة في العالم كله، والإحصائيات هذه أكيد أنها زادت، أكيد أن الأرقام هذه زادت. تمثل أكثر من 600,000 من الممارسين في أكثر من 185 بلدا حول العالم، حيث إن معهد إدارة المشاريع اللي هو PMI يساهم في التقدم المهني من خلال المعايير والمؤهلات العالمية والتعاونية والمجتمعات الافتراضية والبحوث العلمية. المشروع حسب هذه المنهجية هو عملية ونشاط مؤقت له تاريخ بداية وتاريخ نهاية محدد ومقيد بنطاق وموارد محددة، فهو نشاط فريد إلى آخر الكلام اللي تستطيع أن تقرأونه واضح جدا. إدارة المشروع عبارة عن المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات لمجموعة واسعة من الأنشطة من أجل تلبية متطلبات مشروع معين. ويمكن وصف المشروع بشكل عام هنا في 5 عمليات. هناك قلنا خطوات في prince2، خطوات أول التوظيف، بعدين تحديد المهام، بعدين خطوات واحدة ورا الثانية. هذه فيها شبه لكنها أكثر يعني أكثر وضوح من حيث الخطوات. 5 خطوات: التخطيط والتنفيذ والمراقبة والسيطرة والإغلاق الكلوزينج. نبي نأخذ الآن مثال حي للعمليات الموجودة في PMP اللي صادرة من معهد إدارة المشاريع PMI. هذه كلام سريع حولها، طبعا لأنها مشهورة يقدمون دليل باستمرار اللي يسمونه PM Book. هذا PM Book Guide، أي واحد بيدخل اختبار إدارة المشاريع ويتقن الكتاب هذا ينجح على طول. هذا كتاب ضخم وكبير ترى، وكله بالإنجليش ويحدث باستمرار. آخر نسخة طلعت عليها أنا، شوف اللي مكتوب بالأحمر هنا، خلوا أستخدم القلم إذا سمحتوا، القلم هذا اللون الأصفر هذا ما يصلح، نحط أخضر كمثال. شايفين اللي عند الصح هذه، هذا ما يكتب، أيوه شايفين اللي عند الصح هذه 6th edition، هذه يعني الطبعة السادسة أو النسخة السادسة. فهو كل مرة
يطلعون نسخ جديدة ويطورون ويحدثون. فيه شوفوا أنا حاطه فوق حتى هنا 6 edition. في حاجة لازم تنتبهوا له، في حاجة لازم تنتبهوا له، يسمونه knowledge areas. في الدليل هذا في PM book اللي هي هذه integration management. لا تشيلوا الهم الآن وش المطلوب من الإنجليزي وش اللي افهموا الله يسعدكم، فقط الآن لغرض المعرفة، لغرض التعلم ولغرض مستقبلكم. لا تشيلوا الهم للاختبار وما الاختبار والأمور هذه، كل شيء سيكون بحول الله تعالى ميسر، خصوصا على اللي يحضرون ويتابعون معنا سيكون الاختبار ميسر لهم بإذن الله. اللي بعيد يتحمل مسؤوليته، لكن اللي يحضر حريص سيجد إن شاء الله نتائج حرصه بالاختبار بإذن الله تعالى. فإذا تكلمنا عن بعض المصطلحات الإنجليزية لا تشيلون هم هذه معنى بالاختبار ولا من معنى وإلى آخر من الكلام هذا، كل هذا سيوضح في المحاضرة الأخيرة اللي ستكون 9 إن شاء الله. فشوفوا الآن خلوا نتعلم بغض النظر عن الاختبار، لأن هذا هو الهدف الأسمى. عندنا الانتجريشن مانجمنت، وإيش معناتها؟ integration إدارة integration يعني ما أدريش الترجمة الدقيقة لها، لكن مثل ما تقول integration إنه في تعاون داخلي أو اندماج يعني إدارة الاندماج مثلا. خلوني أتأكد من ترجمتها الآن. أنا عارفها integration management. بعدها الثانية scope هذا النطاق، يعني إدارة النطاق. بعدها تجي time management إدارة الوقت، وهذه واضحة. integration هذه فيه يقول التكامل ولا الدمج، خلونا نقول التكامل، خلونا نقول التكامل. integration management التكامل، scope النطاق، time management إدارة الوقت معروفة، cost management إدارة التكلفة، quality management إدارة الجودة، human resource management أو يسمونه resource management يقصدون بالدرجة الأولى إدارة الموارد، وتحديدا إدارة الموارد البشرية. ثم يجيك بعدها الكوميونيكيشنز مانجمنت، إدارة الاتصال والتواصل. بعدين إدارة المخاطر، ريسك مانجمنت. بعدين البروكيورمنت، تقدر تقول إدارة المشتريات أو التحصيلات. بعدين يجيك ستيك هولدر، إدارة المعنيين اللي لهم علاقة، إدارة المعنيين بالمشروع. ستيك هولدر هذه تبي تمر معكم كثير كثير كثير. وش معناته هنا في إدارة المشاريع ستيك هولدر؟ معناته باختصار أي واحد مؤثر في المشروع أو أي واحد يتأثر بالمشروع. يعني عندنا مشروع مثلا سفلة الطريق، عندنا في الرياض مثلا في أحد الأحياء راح نسفلة الطريق هذا ونجهزه ونعبده ونخليه جميل، يعني ما في مشاكل ولا حفر ولا مطبات ولا شيء. الستيك هولدر للمشروع هذا اللي هو سفلة الطريق هذا الجهات المسؤولة البلدية وغيرها، الناس أنفسهم، الجيران اللي ساكنين مثلا على الطريق هذا، المسؤولين اللي تأخذ منهم الإذن مثل البلدية وغيره، العاملين الموظفين، المدراء، الشركاء مثلا في المشروع وإلى آخره. أنا ودي تحطون بالكم الكلمة هذه ستيك هولدر تمر عليكم في مقررات كثيرة، ترى مو بس إدارة المشاريع.
stakeholder أفضل ترجمة لها بالعربي المعنيين. المعنيين يعني الناس اللي لهم علاقة، الناس اللي لهم علاقة بالموضوع. فإذا كان عندك مشروع، الناس اللي لهم علاقة بالمشروع هذول اسمهم stakeholder، سواء كانت علاقة مباشرة قوية أو علاقة نوعا ما أحيانا بعيدة. لكن أفضل تعريف للstakeholder في إدارة المشاريع هم الناس المؤثرين أو المؤثرون في المشروع أو الناس المتأثرون بالمشروع. واضح؟ الله يسعدكم. لدينا بالأسئلة، الله يسعدكم. هذه نذاكرها ولا نحفظها ولا ما نحفظها؟ أرجوكم أرجوكم الله يسعدكم. السؤال هذا والله ترى ينبئ أنه يعني هدفي أنا بنجح بالمقرر هذا. ما يكفي، ما يكفي ترى الهدف هذا، ما يكفي. خل هدفك سامي، خل هدفك أسمى من النجاح بإذن الله تعالى. بإذن الله إن كل مجتهد سينجح ويتجاوز هذا الاختبار وسيتجاوز هذا المقرر. السؤال هو ماذا سيبقى؟ هذا المقرر أنا طلبته بكل صراحة، أنا طلبته وحاولت والحمد لله وافقوا، جزاهم الله خير، وافقوا المسؤولين في العمادة أن يعطوني المقرر هذا وأصير مساند وأدرسه. أنا شخصيا طلبته لأنه جدا مفيد، وأحاول كل مرة أدرسه أقرأ كتاب جديد ولا أحضر دورة جديدة ولا أطور معلوماتي ثم أدرسه مرة ثانية. حتى بالدرجة الأولى أنا أستفيد وأحاول أن أفيد الطلاب والطالبات قدر الإمكان. فهو مقرر، ما هو مقرر عادي بكل صراحة، ليس مقرر عادي، مفيد مفيد مفيد. كل من تعلم العلم هذا وأخذ الشهادة فيه زاد راتبه وزادت مؤهلاته ومهاراته. ما يعني أنه أفضل تخصص على وجه الأرض، لا، في تخصصات ثانية يمكنها أفضل، لكن هل هذا إدارة المشاريع، هل هذا العلم مفيد لي في مستقبل حياتي؟ خصوصا إذا كان عندي أساسيات اللغة وفهم مصطلحاته كاملة. الجواب نعم، بالتأكيد نعم، سيفيدك بإذن الله تعالى. فهذه خلوا يعني أحطها لكم الآن في الجدول اللي دائم يعرض في الدورات. هذه شوفوا هذولي مرة ثانية، نرجع شوفوا هذولي، هذه الآن نبي نحطها هنا في الجدول. هذول هن ترى 10، لا يغركم الترقيم لأن الترقيم ما هو مرتب. الترقيم شوفوا من 4 إلى 13، خلوا نعدها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هذه اللي قلنا قبل شوي وش تسمى؟ هذه تسمى knowledge area. knowledge area، ركزوا شوي الله يسعدكم، ولا تشيلون هم، لا تشيلون هم الانجليش وما الانجليش، افهموا الفكرة الأساسية. أعيد مرة ثانية، شوفوا هذول المناطق العشر، knowledge area، شوفوهن فوق هنا، قلنا knowledge areas، هذول هن، تمام؟ حطيناها في الجدول هنا، هذا الجدول، هذا من 4 إلى 13، يعني 10 عندنا موجود، كم كذا رقمونها. طيب شوفوا فوق الآن، شوفوا فوق هنا، شوفوا السهم، شايفين الخمس هذولي، هذولي وش هي؟ البروسيس، بروجكت مانجمنت بروسيس جروبس. وش هذه الخمس اللي فوق؟ خلوا أرجع حتى أعلمكم وش سالفة هذه. شوفوها، هذه اللي مريناها قبل شوي. ما قلنا أن إدارة المشاريع في منهجية PMI ولا PMP تمر في 5 عمليات: التخطيط، التنفيذ، المراقبة، السيطرة، الإغلاق. هذول 5، تمام معي شباب؟ الله يسعدكم. ايه خط صغير في الصورة بس انا احاول اوضحه قدر الامكان ان شاء الله. ممتاز. في ملف البي دي اف اللي انا رفعته جدا واضحة ترى. هذولي هنا 5 initiating،
يعني البداية. البلانينج يعني التخطيط، اكسكيوتينج التنفيذ، المونيترينج والكنترولينج الرقابة، الكلوزينج الإغلاق. هذه أنا حرصت كل الحرص ودورت دورت دورت في النت حتى لقيت الصورة الواضحة هذه. هذه متماشية مع الـ PMI، وكذا تدار المشاريع في الغالب، كذا تدار المشاريع في الغالب. يعني يتقاطع، يعني البروجكت انتجريشن، هل فيها انيشيتنج يحطون الشارتر مثلا، وهل فيه بلانينج، هل فيه، فشوفوا هذا مر بالخمس كلهن. الانتجريشن السكوب مر بالخمس كلهن ولا مر بثنتين فقط؟ ثنتين فقط. شوفوا التايم مانجمنت وينه، هذا هو بروجكت تايم مانجمنت، مر بالخمس هذول كلهن ولا اثنين فقط؟ اثنين فقط. وعلى حسب المشروع، على حسب المشروع تعبي هذا. ما احنا قاعدين نشرحها بالتفصيل لانها تحتاج وقت طويل، لكن انا ابغاكم تصيرون فاميليار مثل ما يقولون بالانجليش، او تألفون الكلام هذا. اذا شفتوا هذا بعدين، الجدول هذا اذا شفتوا في مثلا كتاب ولا برنامج ولا دورة في إدارة المشاريع، يصير عندك خبر. وشو هذا؟ هذا لترتيب المشروع. عندنا 10 نوليج إيريا على اليسار، وعندنا البروسيس أو العمليات فوق 5، وتحتها نعبيها حسب المشروع. تمام يا إخوة أخوات، ماشيين حتى الآن؟ ماشي مزبوط؟ يحتاج تركيز شوي، ركزوا معنا لأنه مفيد، مفيد جدا ترى درس اليوم، وكل الدروس مفيدة. الآن واضحة؟ الله يسعدكم. تمام، ممتاز، الردود كلها تقول أنها واضحة. خلاص خلوا نكمل الآن ونرجع للمنهجيات. هذا كله اللي دخلنا فيه هذا، خلوا غير اللون حتى أوضح أكثر. هذا كل الشغل هذا في منهجية بي ام بي. ما هي مشكلة يا نجوى، الله يسعدك، ما هو واضح مرة، شبه واضحة، ما هي مشكلة، بس تفهموا الفكرة العامة، تفهموا الفكرة العامة، وممكن ترجعي للفيديو مرة ثانية وإن شاء الله تفهمين. أنا ماني حريص جدا في المقرر هذا أني أدخلكم في أدق التفاصيل، أولا بكل صراحة ما أستطيع لأن الوقت قصير، 45 دقيقة، وهذه نشرحها للطلاب في 3 ساعات مثلا في الكلاس، لكن التعليم عن بعد في 45 دقيقة مضطرين أعطيكم الأساسيات، وهي إن شاء الله تفيدكم كثير. السبب الثاني أن منهجنا أصلا كل منهجنا في المقرر هذا أن نعطي مقدمات، ما نعطي تفاصيل. طيب نكمل، الله يسعدكم. هذه للفائدة، هذه غير مطلوبة، بس للفائدة من أراد أن يطلع عليها منكم. هذه مقارنة PM Book versus Prince 2 comparison، يعني مقارنة. هذا PM Book، هذه نفسها PMP. PM Book هي كتاب، هو الدليل حق PMP، وPrince 2 فهذه منهج منهجيتين الآن، منهجيتين. هذه اللي على اليمين بريطانية، هذه أمريكية، كلها مدارس ومناهج في إدارة المشاريع. خلوا أوضح لكم زيادة، هذه من الفروق بينها، من الفروق اللي أنا حاولت ألخصها. وش الفرق بين Prince 2 و PMP؟ النظرية والتطبيق. هذه الراحة دقيقة، عفوا حصل شيء ما. تداخلت الشرائح،
عموما ما أدري وين راحت الشريحة، لكن ملخص الكلام وهي كلها ثلاث نقاط. ما الفرق بين PMP وPrince 2؟ أولا النظرية والتطبيق، PMP يقولون أنها أكثر نظرية وتركز كثير على الجانب النظري، بينما PRINCE2 فيها خطوات عملية. من الفروق أيضا وهي تبع الثقافة، PRINCE2 منهجيتها بريطانية، والإنجليز والبريطانيين بشكل عام يميلون للتوثيق والكتابة. فتلقى المشروع فيها أوراق كثيرة، فيها كتابة، فيها توثيق، فيها documentation، فيها إلى آخره. بينما PMP فيها أيضا توثيق وكتابة، لكن قد تكون أقل. هذه من أبرز الفروق بين PMP وPrince 2. خذوا الثنتين هذه تكفيكم. واضح، الله يسعدكم. أنا صار فيه راحت واحدة من الشرائح، صار عندي تكرار الشريحة هذه، ما أدري إيش السبب أو أنها انحذفت. المهم أن الملف البي دي إف اللي رفعته لكم في المنتدى في كل الشرائح لكل المحاضرات، لثمان محاضرات، حوالي 96 شريحة واضحة. فاطمة تقول ممكن تعيد الفروق. فرقين باختصار يا فاطمة، الله يسعدك، هذه اللي قدامكم بالإنجليزي هذه كلها فروق للفائدة. ألخصها لكم بفرقين بالعربي. الفرق الأول أنه PMP فيها جانب نظري أكثر، فيها جانب نظري أكثر من PRINCE 2. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن PRINCE 2 بحكم ثقافة الإنجليز والبريطانيين فيها توثيق وكتابة، كل شيء يكتب، لا تعتمد على الذاكرة ولا تعتمد على شيء، اكتب وثق. فتطلع الأوراق والدوكومنتس والمستندات في PRINCE 2 أكثر من PMP. هذا أبرز فرقين يمكن أن أقولها باختصار شديد. واضح فاطمة الآن؟ إن شاء الله واضح. طيب، باقي عندنا أجايل، وباقي عندنا ربع ساعة فقط. أجايل هي اللي يسمونها المنهجية الرشيقة، هذه أجايل. يسمونها المنهجية الرشيقة، وتشتغل عليها الآن بعض الوزارات عندنا، فيها وزارة الاتصالات، وزارة العدل، هذول وغيرها من الوزارات. الصراحة أنها يعني تقفز قفزات سريعة وفيها تطوير كبير، ويستخدمون المنهجيات هذه. وش أجايل؟ وش اللي يفرق عن PMP وعن PRINCE 2؟ أجايل سريعة، لذلك سموها الرشيقة. هذه المنهجية تعرف بالمنهجية الرشيقة التي تتآلف وتتكيف مع التغيير، وتستخدم عادة في تطوير البرمجيات، أصلا في البرمجيات هي مثل ما قلنا PRINCE 2 نفسه بالضبط، حيث إنها تقوم بمساعدة الفرق البرمجية للاستجابة إلى الظروف غير متوقعة عند بناء أنظمة برمجية بخطوات عمل متزايدة ومتكررة. هذه المنهجية تمتاز بخلق ديناميكية داخل الفريق من خلال عنصري التعاون والمرونة. هي أصلاً استخدمت في المشاريع البرمجية الحاسب، لكنها طورت واستعاروها لكل المشاريع. مرة ثانية، هذا للفائدة ولا تشيلون هم كبير، لكن هنا بس حتى أوضح لكم مش معنى أجايل. شوفوا ستارت على اليسار، هذه هنا البداية، ستارت. وين القلم راح؟ هذا قلم الجميل، دقيقة الله يسعدكم،
نختار لون أحمر لأنه هو الأوضح فيما يبدو. شوف ستارت هنا، أيوة صغرنا القلم أزين شوي، هذه ستارت، هنا تبدأ الأجايل، بعدين انتجريت، قلنا انتجريشن تكامل، انتجريت وتست، انتجريت وتست، اشتغل بفريق متكامل واختبر. وهنا الكنتينيوس فيزيبيليتي، هنا يعني خلوني أوضح، هذا كله غير مطلوب بالإنجليزي، هذا كله غير مطلوب، بس خلوني أوضح لكم وأشرح لكم بالعربي. تبدأ initiate project to start، بعدين define requirements يعني تبدأ بإطلاق المشروع، بعدين تحدد المتطلبات، بعدين المتطلبات اللي high level اللي مطلوبة بشكل أعلى، ثم تبدأ العجلة بالدوران مثل ما أنتم شايفين هنا، هذه العجلة تبدأ بالدوران. خلوا أعطيكم مثال أوضح شوي وواقعي. عندنا مشروع في واحدة من الوزارات مثلا، نبي نطور خدمة للمواطن، نطور خدمة للمواطن، ما يحتاج المواطن يجي ويتعب، نبي نريح لأن هدفنا راحة المواطن وهذا هدف سامي. نقول للوزارة إن نبغى مثلا واحد من اللي يعملون في الوزارة في خدمة العملاء، واحد من قسم الاي تي والكمبيوتر، واحد من قسم القانون، واحد من قسم المشتريات كمثال، واحد من المالية، فيجتمعون الفريق هذولا، وإذا جلسنا احنا وياهم نقول لهم احنا فريق أجايل نبي نشتغل على إقامة تطبيق. الآن عندنا الخطوة الأولى، وش أهم الأشياء اللي راح نحطها بالتطبيق، ثم نقعد نتناقش بصورة تكاملية. شوفوا انتجريت 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 متكررة. الحاسب له كلمة لأنه بنطلع تطبيق حنا يريح المواطن، طيب هل متسق تطبيقنا هذا مع المتطلبات النظامية والقانونية؟ بدل ما نقعد كذا حائرين بدون جواب، معنا أخ فاضل وزميل فاضل من قسم القانون الإدارة القانونية راح يفيدنا، طيب كم بيكلف الشغل هذا؟ عندنا واحد من الزملاء معنا في الفريق الآن جالس من قسم المالية، ثم نتكامل نتكامل ونتكامل ونخلص الخطوة رقم واحد، خلاص دم انتهينا، موعدنا الأسبوع الجاي، هذه يسمونه سبرنت يعني أطلقنا أو انتهينا. الأسبوع الجاي نجي نبدأ نمسك مثلا كل خدمة في التطبيق ونحاول نثبتها ونتناقش فيها وننهي الاجتماع باعتمادها، ثم الخطوة اللي بعدها ثم الخطوة اللي بعدها ثم الخطوة اللي بعدها، فكذا يمكن نجتمع مثلا 6 مرات 7 مرات 8 مرات 8 اجتماعات كل أسبوع، يعني شهرين خلصنا كمثال، خلصنا من المشروع، اجتمعنا 8 مرات بفريق متكامل خلصنا المنتج تماما، باقي إطلاقه، باقي إطلاقه أو اختباره مثلا لمجموعة محددة من الناس والمواطنين، ثم نشوف رأيهم، ثم يعتمد بعد ذلك. هذه الأجايل، هذه طريقة الأجايل. وش الفرق بينها بين برينس 2 وبين PMP؟ إنها سريعة، أسرع بكثير منها. يعني PMP ترى أحيانا تقعد أكثر من سنة المشروع، أحيانا سنة ونص المشروع، وهذه من الإحراجات اللي تصير في PMP. إذا خلصت المشروع وجيت تسلمه، أحيانا تحصل المسؤول اللي طلب منك المشروع متغير، أحيانا تلقى سياسة الشركة أو الوزارة فيها تجديد وتطوير، فقبل سنة ونص ما يناسب الآن، لذلك قالوا طول المدة هذا محرج، خلوا نشوف شيء أسرع وأفضل ويعني حيوي أكثر، فشافوا الأجايل.
وبعض الإحصائيات تقول أنه في عام 2030 تقريبا راح يعني يكون 80% من الشركات 80% من الشركات تطبق أجايل. فأنا أنصحكم الآن المنتشر عندنا PMP وهي مفيدة وجميلة، لكن لا تغفلون أجايل إذا تبي تأخذون دورات مثلا ولا حاجة، ترى جميلة ومفيدة وسريعة وحيوية. فهذا باختصار، باختصار درس اليوم فيه تفصيل شوي تحملونا، لكن ألخص لكم الآن أن المنهجيات في إدارة المشاريع كثيرة، أبرزها ثلاثة: PMP وبرنس 2 وأجايل، هذه أبرزها تقريبا. خلونا نعطيكم الكويز الآن، وأنا أبقى باقي 7 دقائق وتخلص محاضرتنا، وسأبقى للإجابة عن جميع أسئلتكم. تسمحوا لي بس أشوف بعض الأسئلة، الله يسعدكم. وين بنك الأسئلة اللي عندنا؟ أسئلة كثيرة. أحاول تكون الأسئلة في نفس المحاضرة اليوم في الدرس، المحاضرة السابعة. هذا السؤال، السؤال يقول، هذا سؤال 3 خيارات ألف وباء وجيم: قامت بتطوير منهجية برنس 2 عام 1989 من خلال الوكالة المركزية للحاسبات، هل هي الحكومة الأمريكية، الحكومة البريطانية، ولا معهد إدارة المشاريع؟ أي الثلاث؟ ألف ولا باء ولا جيم؟ صحيح، الحكومة البريطانية. ممتاز، واضح أنكم مستوعبين. برنس 2 طورتها الحكومة البريطانية. شوفوا نطلع هنا فوق شوي. دقيقة، الله يسعدكم. هذا هو الجواب، هذا الجواب هنا، برنس 2 عام 1989 الحكومة البريطانية. طيب، تعيد، الله يسعدك، أبشري. قامت بتطوير منهجية برنس 2 عام 1989 من خلال الوكالة المركزية للحاسبات. 3 خيارات: هل هي الحكومة الأمريكية، ولا الحكومة البريطانية، ولا معهد إدارة المشاريع؟ الجواب ب، الحكومة البريطانية. يس. خلونا ناخذ سؤال ثاني في نفس درس اليوم، أيضا ألف باء جيم: تجب إدارة المشروع بأفضل الطرق الممكنة لسببين. تجب إدارة المشروع بأفضل الطرق الممكنة لسببين: ألف، إرضاء العميل وإرضاء المنافس، باء، توفير التكلفة وإلغاء المنافس، جيم، إرضاء العميل وتحقيق الأرباح. في جيم، أغلب الإجابات تقول جيم جيم جيم. في خيار ثاني: تجب إدارة المشروع بأفضل الطرق الممكنة لسببين: إرضاء العميل وتحقيق الأرباح. فالجواب الصحيح هو جيم، الجواب الصحيح جيم. لأعطيكم سؤال، سؤال أخير ونختم في درسنا اليوم. إحدى منهجيات إدارة المشاريع
إحدى منهجيات إدارة المشاريع، وتستخدم في الأصل لتطوير البرمجيات، ثم استعيرت لإدارة المشاريع. هل هي المنهجية الرشيقة ونقصد فيها هنا أجايل، أو تقسيم المشروع إلى عمليات، أو PERT P-E-R-T اللي قلناه في درس سابق تذكرون في الكريتيكال باث وما كريتيكال باث والأشياء هذه؟ أعيد السؤال مرة ثانية. إحدى منهجيات إدارة المشاريع، وتستخدم في الأصل لتطوير البرمجيات ثم استعيرت لإدارة المشاريع. هل هي المنهجية الرشيقة، تقسيم المشروع إلى عمليات، ولا PERT؟ أيها الجواب الصحيح؟ المنهجية الرشيقة أجايل. صحيح صحيح، جوابكم صحيح 100%. طيب باقي معنا دقيقتين، خلوا أعطيكم سؤال زيادة إذا ما عندكم مانع. كلها في درس اليوم. من منافع، لا آسف آسف، هذا لا، هذا حق الأسبوع القادم، هذا حق الأسبوع القادم. خلنا نعطيكم شيء من السابق. ولا ما أبغى أشتتكم لين بعضها، خلونا مركزين على درسنا اليوم، خلونا مركزين على درسنا اليوم. المنهجيات أعطيتكم ثلاث أسئلة فيه، فيها أسئلة عندي بعطيكم إياها المحاضرة القادمة إن شاء الله، فلا لا تقلقون إن شاء الله. بقي محاضرة واحدة غدا إن شاء الله الساعة 4 بناخذها بكرة الخميس، وهي الثامنة. ثم سيكون عندنا محاضرة كاملة كلها للمراجعة إن شاء الله، وهي المحاضرة التاسعة، راح أبلغكم. يمكن نأخذها الأحد، يمكن نأخذها الأحد. تابعوا معي حتى يعني تشوفون، ما أدري متى أنزلها الآن، ماني متأكد من مواعيدي، أتأكد منها وأنزلها لكم بإذن الله تعالى الأحد. خلوا أسأل بس سؤال كذا سريع، الأحد مناسب للجميع لو أخذنا محاضرة الأحد؟ الأحد في مشكلة لو أخذنا؟ مناسب تابع سامي، مناسب مناسب مناسب. طيب احتمال ناخذ الأحد إن شاء الله. بشرى تقول كيف نذاكر؟ هذا سؤال مهم جدا. تقول كيف نذاكر المقرر، حفظ ولا فهم؟ كلها، كل الاثنين. فيه كمية حفظ ما هي كبيرة، وفي كمية فهم، فهي كل الاثنين، كل الاثنين. طيب هذا سؤال من مشاعد، كل بي ام بي مفيدة لجميع التخصصات؟ ما ادري كذا فهمت سؤالك يا مشاعل. في الغالب يس، الجواب نعم يا مشاعل، بي ام بي تفيد كل الناس، كل المختصين في جميع التخصصات في الغالب. فما اذا جاء واحد يقول تخصصي لغة انجليزية، واحد يقول ادارة، واحد يقول تخصصي لغة عربية، واحد يقول مثلا أنا في الطب، كويس أن الواحد يصير عنده PMP، يعني أساسيات إدارة المشاريع على الأقل، لأنه راح يستفيد منها، راح يستفيد منها، وفيها الصراحة اختصار لتجارب كثيرة. فهي الجواب على سؤالك نعم، بشكل عام نعم. خلها الأثنين، بنحاول إن شاء الله يا سهام إن شاء الله. باقي أي سؤال؟ الله يسعدكم. أي سؤال مبدئيا ممكن نخليها لأحد ونشوف إن شاء الله. هي عموما مسجلة، كل المحاضرات مسجلة. فيه أي سؤال؟ الله يسعدكم. أي واحد عنده سؤال يرسل لي على الإيميل في تدارس،
كل اللي أرسلوا علي أو أرسلوا لي بالإيميل في تدارس جاوبت عليهم، ما أهمل أي إيميل ترى، والأسئلة كلها أحاول أجيب عليها في المنتدى. وإن شاء الله نلتقي فيكم بكرة، بكرة الخميس الساعة 4 بإذن الله تعالى. الله يسعدكم، ونختم دائما بالدعاء اللي نختم فيه دروسنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء من كل داء. جزاكم الله خير، والله يوفقنا وياكم إلى اللقاء.